وفي ذات السياق أوضح الكاتب والصحفي في جريدة أخبار الخليج الأستاذ محميد المحميد أن قناة الجزيرة القطرية ترتكب أسوأ جريمة في حق الإعلام والصحافة من خلال دعم الجماعات الإرهابية. لابد كذلك أن نشير إلى هناك شهادات عديدة خرج بها العاملين بقناة الجزيرة القطرية، أي بكمك ودينك، من كان يعمل في هذه القناة كشف وصرع بحجم الزيف والصبركة والسرقات التي تتم داخل هذه القناة، ومن بين الجرائم التي ارتكبتها أيضا التحريض على البحرين والتي لا يزال ذلك مستمر. من المؤسف، وهذا هو المحور الثالث، من المؤسف أن العالم اليوم وبعد 3 أيام في 3 مايو سوف يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين أن قناة الجزيرة القطرية ترتكب أسوأ وأخبث جريمة في حق حرية الصحافة، وذلك باستخدام الصحافة والإعلام في غير أهدافها الحقيقية، سواء الجزيرة القطرية أو من يمولها. ذلك أن الجزيرة القطرية تقوم بدعم الميليشيات الإرهابية انحيازها ضد مصالح الأمة العربية والإسلامية وكذلك الشعوب الخليجية. في الوقت الذي نرى أن الجزيرة القطرية تنشر تقارير حقوقية وتصريحات برلمانية وانتهاكات مالية وما يحدث في السجون بادعاءات كاذبة ومفبركة ضد مملكة البحرين، تصنف صمت القبور الجزيرة القطرية فيما ينشر أيضا عن قطر من تقارير حقوقية وتصريحات برلمانية. صحيفة الجارديان البريطانية أشارت إلى انتقادات شديدة من حقوق الإنسان، وهذا وعقدت جلسة علنية في البرلمان الأوروبي لمناقشة الانتهاكات الحقوقية ضد العمال المهاجرين من دول آسيوية يعملون في قطر. هناك ما لا يقل عن 200 عامل آسيوي قتلوا من حوادث تعرضوا لها في أماكن أعمالهم. هذه الأخبار لا تنشرها ولا تشير لها الجزيرة القطرية.